والله انا كنت بلعب سباحه في الاول، فاحنا عندنا بسين قدام بعض على طول، فكنت لما بروح تمرين سباحه بصراحه كنت على طول بشوف ناس بتتشقلب كده بيعملوا حاجه، فاهم؟ وانت عارف لو شفت اي حد بيلف او بيعمل اي حاجه في الهواء بتبقى اللي هو طب بيعملها ازاي وازاي كده الحاجات دي. فانا كنت طلعت من الميه خلصت تمرين فاكر ورحت قلت لاهلي انا عايز اجرب اللعبه دي، وجربت فعلا. كان بابايا يعرف مدرب المدير الفني ساعتها كان كابتن اشرف عبد الله في النادي، وراح قال له يعني عايز ادخل مهاب الغطس وكده، ومن ساعتها هنا فعلا بدا الموضوع ان انا حبيت اللعبه جدا. ان انا بتشقلب في ادرينالين كده وانا بتمرن، كان كل يوم كمان، فبصراحه حبيت قوي اكمل فيها اكتر. الفرق بين ال 3 متر وال 10 متر طبعا في فرق اللي هو ده 3 متر وده طبعا 10 متر، دي حاجه باينه. بس احنا عندنا في 3 متر احنا بننط على حاجه سلم متحرك ده اسمه سبرينج بورد، وكمان بدايه النطه بعمل حاجه بمشي الخطوات اللي في البدايه دي تقريبا شفتوها وانا في البطوله اسمها عندنا هيردل بتاعنا. 10 متر بقى العكس خالص، انت بتنط على حاجه ثابته شبه الارض بس طبعا ما بتبقاش تقيله قوي كده زي الارض، بس هي اسمنت برضو طبعا، بتطلع تنط منها ولو في نطه فيها جاريه اللي هي برضو شبه الهيردل بس احنا بنقول عليها في 10 متر اسمها الجاريه، دي اللي هي الحاجات اللي بنط بيها بوشي وبطلع نط بظهري بطلع نط بظهري عادي. بالنسبه لي انا ال 3 متر بالنسبه لي حلوه، انا فعلا بحبها اكتر من 10 متر. 10 متر بصراحه هي صعبه جدا وفي ناس بتحبها، بس انا بالنسبه لي اختار ال 3 متر، وكمان هي متعبه للجسم ومش اي حد يقدر يتمرنها كل يوم ومش ان انت تتمرنها كل يوم، فانا هختار 3 متر بصراحه. انا اكتر حاجه حابب اقولها طبعا شكرا لكل الناس اللي ساعدتني، طبعا شكرا للاتحاد وشكرا للمدربين، مدربين منتخب كابتن زكريا المدير الفني كابتن عيسى وكابتن اشرف، اول مدرب طبعا اتمرنت معاه كابتن عمرو وهدان، هو اكتر واحد بصراحه كان ساعتها وانا صغير كان بيقول لي ان شاء الله هتوصل للاولمبيكس. حابب اشكر الناس دي وحابب اشكر نادي هليوبلس والتيم بتاعي، يعني انا التيم بتاعي ده بالنسبه لي هم فعلا عيلتي، كلهم صغيرين وكل حاجه بس انا فعلا بحبهم جدا. وطبعا لا يمكن انسى كابتن حلمي، الراجل ده انا بكنله بحاجات كتير جدا من الاحترام والجهد اللي هو يعني عمله معايا، انا مش عارف اقول له شكرا، انا يعني شكرا مش هتكفي بصراحه الحاجات اللي عملها لي، ف شكرا. وحابب طبعا اشكر اللجنه الاولمبيه طبعا ووزير الشباب والوزاره طبعا وزاره الشباب والرياضه، وطبعا حابب اشكر عيلتي مامتي واختي هم اكتر ناس بيتعاونوا معايا ده فعلا يعني، وطبعا على طول بعذبهم زي اي شاب مصري. بس فعلا حابب اشكرهم وحابب اقول لهم شكرا ان انتوا خليتوني اكمل في اللعبه دي اكتر من اي حد. على طول كنت بروح اقول لمامتي انا مش قادر العب غطس وخلاص انا هبطل واكمل في دراستي، بس اكتر واحده بصراحه خليتني اكمل، فشكرا ليكم.